كنقابة مغربية الآن نحن نحتج أو نشك نخوض هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنندد بما يقوم به السيد الوزير من تعطيل للحوار الاجتماعي وادعائه في عدة مناسبات سواء داخل مجلس النواب أو في خرجاته الإعلامية بأنه يقوم بإشراك الشركاء أو الفرقاء الاجتماعيين في كل حواراته وهذا غير حاصل بطبيعة الحال. نحتج كذلك على استفراد السيد الوزير بإعداد عدة مشاريع منها إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والقانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي بدون الرجوع إلى الفرقاء الاجتماعيين وبدون الرجوع إلى الأساتذة الباحثين في الجامعات المغربية سواء عبر هياكلهم المنتخبة أو في هياكلهم في شعبهم ومسالكهم ومختبراتهم. نطالب السيد الوزير بتفعيل ما تم الاتفاق حوله مع الوزارة السابقة، نطالبه بإصدار مرسوم المتفق عليه برفع الاستثناء عن الأساتذة حاملي الدكتوراة الفرنسية، نطالبه بإصدار المرسوم المتعلق بالوضعية الإدارية الاستثنائية المتفق حوله مع الوزارة السابقة، نطالبه بإصدار نظام أساسي جديد يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أوكلها الإصلاح البيداغوجي لأساتذة الباحثين وبرفع أجور الأساتذة الباحثين عبر زيادة وازنة لرد الاعتبار لمكانتهم الاجتماعية والاعتبارية. السيد الوزير يتحدث عن بحث علمي بمعايير دولية ولكن نطالبه أولا أن يوفر إمكانيات ومعدات دولية، يتكلم عن جيل جديد من طلبة الدكتوراة يستفيدون من حركية وطنية وحركية دولية، أقول له بأنه هذا كلام فقط للاستهلاك. مجموعة من طلبة الدكتوراة يتنقلون داخل الوطن بإمكانياتهم المادية الشخصية ويذهبون إما لمؤتمرات علمية دولية أو لتداريب في مختبرات دولية بإمكانياتهم المادية الشخصية. هذه جزء من مطالب النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي. أنا أتواجد اليوم أمام الوزارة ديال التعليم العالي استجابة للنداء ديال النقابة المغربية للتعليم العالي من أجل تنظيم واحد الوقفة احتجاجية على الوزارة نظرا للتماطل ديالها، بداية التماطل ديالها في الاستجابة للمطالب ديال الأساتذة الجامعية والملف المطلبي، ثانيا للوزير مع الأسف يعني يتستر ويتماطل من اجل الاستجابه للمطالب ديال الشغيله التعليميه، علما بانه بان النقابه المغربيه في المرحله السابقه مع الوزير السابق السيد امزازي توصلنا الى نظام اساسي الى حد ما يستجيب لبعض المطالب ديال الاساتذه، الى ان السيد الوزير المراوي منذ التحاقه بالوزاره وهو يتستر على النظام الاساسي، لا هو راغب في الاستجابه او الدفع بالنظام الاساسي السابق، ولا هو يخرج لنا النظام السابق ديالو او التصور ديالو مع الاسف. وهو كذلك وهذا ليست هذه المساله الاولى، وانما هو يتراجع كذلك على نظام البكالوريا. كما نعلم ان نظام البكالوريا السيد الوزير السابق ورؤساء الجامعه الحاليين يعني عملوا بمجهودات جباره من اجل اخراج ديال هذا الباشلر، وكان من المنتظر انه غادي يقدم واحد الاصلاح للجامعه، لكن للاسف بمجرد التحق الوزير فهو اول حاجه قام بها هو تصفيه هذا الملف بطريقه لم يتشاور مع اي احد لحد الساعه، لا 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 لا, لا, لا يتحق
نتحاور مع اي جهه من اجل انصات المطالب ديال من اجل انصات المطالب ديال الاساتذه، وكذلك من اجل خلق واحد التصور جديد للخروج من المأزق اللي كتعيشه الجامعه المغربيه، وكذلك من اجل انصاف الاساتذه اللي نحن كنعرفوا بانه منذ النظام الاساسي ديال 97 لا زالت القدره الشرائيه ديال الاستاذ الجامعي تتضاءل الى ادنى مستوياتها. نتمنى ان يخرج من هذا المأزق هذا الوزير المراوي اللي اعتبره وزيرا فاشلا لحد الساعه، من اجل انه يخرج باش يستجب المطالب ديال الاساتذه وينصت المطالب ديالهم ويشتغل مع الاساتذه ويشتغل مع رؤساء الجامعات، لانه لا ما اعلم بانه جل رؤساء الجامعه الذين يختلفون معه يحاولوا ان يقصهم، وهو دار واحد التصفيه داخل سواء داخل الوزاره من خلال الاقاله ديال بعض المسؤولين داخل الوزاره، وكذلك ما وقع بالنسبه للجامعه الحسن الاول مثل الاقاله ديال رئيس الجامعه محمد الاول. نتكلم الان على جامعه الحسن الثاني، جامعه فاس، وهكذا. نتمنى ان يستفيق هذا الوزير من سباته وان يستجيب المطالب العادله ديال الشغيله التعليميه. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.